من تفاصيل مثيره حول اللحم ديال الجاموس البرازيلي اللي خلق نقاش كبير. نهضر البيضاء معنا واحد من الجزارين اللي معروفين بالخبره ديالهم في هذا الميدان. هذا هو صحيح ما كيبيعش لحم الجاموس، كيبيع غير البقري الغنمي زعما العادي اللي كناخذو من عند الجزاره كاملين، ولكن عنده خبره. نكملوا معكم مشاهدينا الكرام، ونواصل معكم البث المباشر ديالنا كما سبق وذكرت بكم، ونعاود نذكركم على انه بزاف منكم محتاجين معلومات حول هذا اللحم ديال الجاموس، بزاف منكم باغيين يعرفوا شنو الفرق بينه وبين البقري، فحنا جينا عند واحد من اشهر التجار هنايا. صحيح انه ما كيبيعش لحم الجاموس، ولكن راه عنده معلومات ممكن انه يتقاسمها معكم، باش حتى لو واحد اخر بغى يبيعه لكم بلا العلم ديالكم تكونوا على درايه بالامر، ياك اسمك؟ مرحبا بك، منورنا اليوم. اول حاجه قدمنا راسك، شحال من عام انت في هذه المهنه ديال التقزاز؟ انا في هذه المهنه تقريبا واحد انا هذا المحل حليته شي 28 سنه، باش حليته في عمله البرموسي. اللحم ديال الجاموس اخويا اللون ديالو تيكون كحل. انتم اصلا انت ما كتبغيش؟ لا ما تنجيبوش، جابته شركات اللي كيليفريو على موضوع على على صفرين. اما حنايا بالنسبه للجزارين ديال عماره البرنوسي ما كاينش عندنا الكاع اللي كيجيب شي عجل جاموس ولا شي حاجه، حنا تنجيبوا العجلات صغيورين بلديين هذول باش تنبيعوا، الناس عارفين الكليان ديالنا وداك الشيء. يعني انتم ما كتجيبوش؟ لا حنا ما كنجيبوش عماره البرنوسي بصفه عامه ولا مناطق اخرين الله اعلم. المهم حنا عمالتنا ديالنا البرنوسي، بالنسبه لي انا امين العام ديال امين الصندوق ديال العمالات البرنوسي ديال الجزارين، كنمثلهم باننا حنا ما عندناش شي واحد اللي كيجيب لحم جاموس نهائيا. يعني كيتخلق هذا النقاش، لو الناس كيسولوك؟ الناس يوميا كيف تنحل المحل في الصباح اول واحد كيجي كيقول لك طرا علينا هذا المشكل، واش عندكم اللحم ديال الجاموس؟ الاخ كريم الله لا يجزيك بخير، راه حنا ما كنجيبوش اللحم ديال الجاموس. اي واحد تيمشي لاخر كيوقف كليان اخر تيناقشوا الموضوع ثاني بيناتهم، كاع الناس كيقول لي لا السيد راه ما كيجيبوش. كاين اللي شحال من واحد كليان ديالي قديم تيقول لي ما ودي هذا السيد تنعرفوه سنين بان عنده دائما اللحم جوده. لا انت معروف هنا في المنطقه كاين عتوبك الغزي قال لك الدار يبقى بزاف بزاف مثلا مع الشركه، يعني الناس عارفين تبارك الله. ولكن هذا الشيء علاش في نظرك المغاربه كيجيو يشوفوا دائما؟ الناس متخوفين منه، لان تيقول لك بان اللحم ديالو هو خرج كحل دبحور. كيدير الجاموس وكيدير الجاموس هو غليظ بزاف، كيوزن حتى 800 كيلو 900 كيلو، وعنده على شكل القبه ديال الجمل. هو عنده لحمه ماشي شحمه، عنده قبه ديال اللحم في العنق ديالو الفوق بين الكتف ديالو، هذاك هو الجاموس. واللحم ديالو خرج مع جا مع وقبيح بزاف، كان مطلوق في الغابات وفي الكوارات ما عندهم الفيرمات داكشي، وباش جابوه مع كينقص بزاف وداكشي اللحم ديالو تعصر فيه الدم، ولا اللحم ديالو كيبان احمر كحل. اللون ديالو ماشي دونك الا بقى فيه اللحم بقى فيه الدم معصور راه اللحم ديالو ماشي سهل، ماشي صالح للاستهلاك ديالو. واش هو الكميه ديالو اصلا؟ الوزن ديالو كبير، يعني انت باش تجيبو وحده صحه اخرى خصك الوزن ديالو كبير، يعني شخص واحد راه ما يقدرش يهز كتف ديالو طابق ديالو ولا يهز رجله ديالو، كبير بزاف وغليظ يعني احنا ما خدامش لينا، احنا المواطن المغربي مولف الجوده مولف الجوده ديال اللحم ديال الجوده ديال اللحم ديال المغرب ديال البلاد ديالنا في الغنمي في البقري، لاننا احنا الحمد لله المغرب اللحم البقر اللي عندنا القاطع اللي عندنا لا من ناحيه البقري ولا الغنمي يعني جوده عاليه ومعروفه عالميا الحمد لله. واخا كيفاش تقدر تفرق ما بين الغنمي والبقري؟ بين باش؟ كيفاش تقدر تفرق بينه وبين الغنمي والبقري؟ وهو راه الجسم ديالو طويل بزاف وعنده هذيك القبه اللي اللور اللي اللور بحال ديال الجمل، وهي راه على شكل قبه ولكن هي راه لحم بحال العنكره عنده هو تمايا، ملي كيقسموها كتبقى لحمه ما فيهاش ماشي عظام. لا ماشي عظام لا، واخا دابا كيبان الهائي ديالو ضعيف. لا وما فيش حتى اللحم بزاف، هو ما فيش العظام اللي غالي، فيه العظام اكثر من اللحم. والمذاق ديالو المذاق ديالو راه ما باين باينه. واش الريحه ديالو واش مجهد؟ يعني الريحه ديالو مجهده وما فيش البنه وما يبغيش يطيب الناس. اي قال لي كنسمعوا بان شي كليان كيقول لك شي حد داه جابوا من شي بلاصه وما طابش ليه. يعني الطياب ديالو صعب بحال ما كيطيبش. شي واحد مثلا كيكون ديال العام ولا سداسي هو جابوا تقريبا كله البقر اللي استوردوه، اغلبيه جابوا بان جامع طايح لي سنان كله،
وجابوه سداسي. لان ما تيطيب حتى الطيب ما كيطيبش. انا شخصيا غادي نقول لك انا في تواكلو في الميليتير. انت في تواكلو؟ في تواكلو في الميليتير في 89 كنا مشينا من ورا السونتر اللي كانوا داروا لا سانتير ديال الحزام اللي تبنى في 89. انا انت كليتي؟ انا كليتو. على كي داير كيفاش طيبت؟ انا كليتو طيبناه. حيت تعزلوا شكون اللي جزار في القشله. قلت لهم انا اللي كنت كنقصر نقطع عليهم وداك الشيء. طيبنا منه تطيبوا في الماء في الاول كيطلق واحد الكشكوشه بحال الصابون بحال ديك الكشكوشه اللي كتكون يعني في الواد ديال الماء. الناس الطياب ديالو راه خاص خصكم تعرفوا. طيبوه سلقوه في الماء كيطلق واحد الكشكوشه بحال الشكل ديال الصابون موسخه وتعاود نغسلوه ثاني وعاود نطيبوه ثاني مره اخرى حتى المره الثالثه عاد باش دير لي العطريه وهادشي طيبيه. ولكن يعني ماشي داك اللي كنشري مثلا شري هذه اللحمه نقطعها لا ماشي بحال ديالنا حنايا. لا حنا كطيبوه غسلوه طيبوه ديريكت صافي غسلوه طيبوه. هو خصك طيبوه ثلاث مرات ولكن المذاق راه والو. انا راه فيت كليتو ملي كنت كليتو ما تعطيلو باس باين. لا والو لا علاقه بين الحمد لله البلاد ديالنا حنايا بزاف. حنا عندنا جوده عاليه الحمد لله يعني باين. والمواطن المغربي كله بصفه عامه المملكه المغربيه كلهم معتمدين مثلا غير متبدله غير متبدله في اللون وشي حاجه كيقول لك وهذا ماشي هو اللون اللي كتجيب انت. اما بذلك عارف الناس تلكليين الحمد لله كل شيء الحمد لله واعي. يعني المواطن المغربي واعي الحمد لله كلشي تيعرفو. يعني غادي يشوفوا ولكن الناس غير متخوفين تيقول لك واش شتي اودي حنا راه ما نجيبوش. يوميا ملي كنحلوا حنا المحل هو يوميا من الصباح حتى العشيه الناس كيسولوا نفس السؤال كيطرحوا لهذاك الاخر. واخا علاش ولدك انت من الخبره ديالك تبارك الله شحال واصل الثمن ديالك؟ شحال يقدر يشري؟ شنو جاموس؟ المهم تيبيعوه بين 68 70 درهم. والفواد السقوط ديالو كيتراجعوا هنا في السوق عن الصعيد الدار البيضاء. كاين مثلا في الفيلاجات وهذا. كاين في البرنوسي؟ لا في البرنوسي ما كاينش عندنا، حنا عندنا الحمد لله كاينه مراقبه صارمه، ولو نجيبوه كيجيو عندنا كيكونتروليو. يعني احنا دائما كنت انا بعض انا كنذبح بعض المرات واحد بطوار بريفي كنجيب ورقه سانيتير ويوميا كنجيبها. ورقه سانيتير كيجيو عندنا للمصلحه البيطريه كيطلبوا لنا ورقه سانيتير تنعطيوها لهم تيقيدوا يشوفوا الكود يشوفوا الكود اللي كاين في السلعه. الحمد لله حنايا البرنوسي معروف بالجوده ديالو. تبارك الله معروف بالجوده ديال اللحوم ديالك. حنا عرفناك ما كتجيبوش ولكن الخبره ديالك لانه تبارك الله اكثر من 30 سنه في هذا الميدان يعني غتكون راكب واحد الخبره كبيره. معروف انا جاموس دابا نشوف الحمد لله نعرفو. وتا الكليان ماشي بعيد الكليان ديالنا الحمد لله راه واعين راه غيبان لي الحمد لله. شوف انت ما غنلقاش قدها. وكتلقى لا وكتلقى نص راه نص ديالو يقدر يكون فيه 500 يقدر يكون فيه 500 400 كيلو في نص السق ديالو يعني نص ديالو. بزاف باين واخا زوج نصف الناس ما ربطوش بها كيفاش يفرقوا كل من اللي يقدر الناس كيشوف سوق بدوي في منطقه سير تراجع الناس زاوية سيدي اسماعيل لقاو فيها اي حيت كاين بطوار بريفي تم ولا كيذبحوا كيليفري على القشاري ديال العسكر على السبيطارات لان عنده لي كوموند ديالو مسيني معاه خاصني يعني واخا الناس اللي مثلا اللي بغا شي حد يفرق. وهذاك راه ماشي غير كيضر الناس راه خجابوه هذاك السيد اللي عنده لابواطوار بريفي ديالو راه داروا ليه ليزانيز ديالو داروا ليه التحاليل وعاد باش ذبحوه. غير الناس متخوفين. اما هو المصلحه البيطريه راه كدير خدمته واخا خارج مدار حضاري يعني راه ضروري ما يمكنش يعطيك ورقه سانيتير في هذاك البطوار هو ماشي اجري الا ما كانش جوده. بارك الله عليك. واخا قبل ما نخدم معك الله كيفاش نفرق؟ فرقوا اللون ديال الجاموس لونه احمر شويه معصور فيه الدم يعني كتحس به بحال هذيك اللي كتكون مريضه هذاك اللون. ما في واحد اللون مختلف تماما على اللحوم ديال المغرب. فرق كثير غير في اللون العرض. اللون بين اي واحد مواطن غادي يشوفه معجب. والثمن 68 تراوح بين 68 70 اذا ما كاينش فرق. حنا عندنا حنا من 70 حتى 80 درهم البقري في عمله البرنوسي هادشي اللي كاين. من 70 80 ما كاينش فرق بزاف. كاينش فرق تعتبر كيلو كيلو وكيلو كيلو. والله ما تاخذ ديال البلاد جوده. لا يعني ما غير واخا تاخذ كيلو ما يعطيكش الكميه اكثر من كيلو. يعني وزنه كيلوغرام كيلوغرام 1000 كيلو 1000 غرام 1000 غرام. شكرا على وجهك. ما كتبيعش هذا المنتوج هذا الا انك حاولت تقرب الناس. وشكرا لنا استفدنا من الخبره ديال اكثر من 30 سنه في هذا الميدان. مشكور الصحه في طورك وشكرا اللي تسنيتينا لهذا الوقت هذا باش تنور الراي العام وصح المغاربه. الحمد لله تبارك الله انت معروف بالجوده ديال اللحوم ديالك وكان الناس دائما كيجيو عندك ولكن مزيان نستافدوا من الخبره ديالك ونشرحوا للناس. اكيد هنا الشركه البرنسي كامله كتعرف لدينا حدا السوق
هنايا ولادنا حدا الجامع ديال القدس راه غادي نلقاوك معروف نتايا وكاين اونباس مع التجارة المغربية ديال الكونيا القرناوي شارع المختار القرناوي فمعروف هذا الجزار هذا تبارك الله معروف بالجملة ديال اللحوم ديالو مشكور على هذه المعلومات القيمة اللي تقاسمتي معنا تلاقاو في الخير شكرا لك اسيدي شنو بغيت نقول لك الكليان ديالك قبل ما نقول لك الكليان ديالي يكونوا مطمئنين على راسي كنهضر على عامره البرنوسي كلها بصفه عامه راه ما عندهمش جاموس تماما يكونوا يعني يكونوا مرتاحين بالنسبه للعماله ديالنا يكونوا مرتاحين البقري العجل والغلمي اللي عندنا هو الشيء اللي كاين وهذا وكنشكركم وكنشكروا القناه شوف تي في لان دائما مع المواطن في اي لحظه في اي وقت كنشكركم بزاف الله يبارك فيك.